أنت محبطة يا ريشة؟ شعور الإحباط هو عندما نحاول إنجاز شيء دون أن ننجح ونشعر أنه صعب ولا نعلم إن كنا سنستسلم أم نعيد المحاولة. ولست وحدك من يشعر بالإحباط اليوم، فلنرى من أيضا. ياه! جد! شوف! صورة هذه هو صغير! لازم نحطها! صح، لازم نحطها هون مع المجموعة. تيتا نور، تيتا نور، تيتا نور. وهي كمان لازم نحطها، صح؟ بسمة 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 بسمة، صورتك بسمة أنت وصغيرة. كان عمرك 5 سنين وهلأ صرت 5 سنين ونص. طبعا. جد؟ وين معزوزة؟ جيبها معزوزة، ما إلها صور. بصراحة يا بسمة ما لقيت ولا صورة لمعزوزة. معقول ما في ولا صورة لمعزوزة؟ دورت. شو سريعة؟ شو القصة؟ كيفك معزوزة؟ أهلين معزوزة. أهلا وسهلا. شو مالها معزوزة غريب اليوم؟ معقول تكون زعلت مشان الصور؟ شو رأيك نروح نشوف إيش مالها؟ يلا يلا. هاي الخسة للفطور والبروكلي للغدا وتفاحة بين الوجبات، وهي واقي الشمس والطاقية. معزوزة شاطرة، تعرفتي انه لازمك بطانية. طيب يلا مشان ما نتأخر على الرحلة. رحلة؟ حذري. شو بسمة؟ شو؟ أول شي رح أجيب الناطور تبعي، وتاني شي رح أجيب مضارب الريشة. وأنا رح أجيب طاقية ورح أجيب نظارة. صح. معزوزة معزومة لحالة على رحلة رفيقة. يعني نحن ما بنقدر نروح معها؟ يلا خلينا نروح، بلاش نتأخر عن الرحلة. يلا المرة الجاي منروح كلنا مع بعض. معزوزة رايحة رحلة. بتعرفي شو عم فكر؟ أكيد ما بعرف. قولي. عم فكر ناخد له صورة بالرحلة مع رفقاتها ونحطها بالألبوم الصور. يعني بنقدر نروح على الرحلة؟ جد فكرة رائعة. أكيد. أهم شيء إنه رح ناخد له صورة ونعمل لها مفاجأة. مفاجأة. نعم. فكرة ممتازة. فكرة حلوة. كتير كتير كتير. شو زمان مش شايف هدول الصور. تعالوا شوف صوري. يا هادي، عندك صور لمعزوزة؟ صح. عندك صور لمعزوزة؟ لا لا، ما عندي صور لمعزوزة. معناتها منروح ومنصورها. صح. فكر فكر يا جاد. شو بدنا شو بدنا؟ لقيتها. بينقصنا كاميرا وبيلزمنا شخص كبير ياخدنا. حدا كبير ياخدنا؟ عن جد بيلزمنا حدا كبير ياخدنا. هادي. طب يلا يلا يلا. وهلا شايفين معزوزة قاعدة مع صحباتها، ويا جاد خد الصورة. تمام. يلا يلا جاد. 3 2 1 شوف
ما زبطت. المشكلة مع زوزة عم تتحرك كتير. كتير عم تتحرك. يلا مرة تانية. لهيدا. ما عم تزبط. ولا صورة زبطة لحلا. ولا وحدة. رح نجرب كمان مرة. يلا. صور ولا صورة. حاسس اني الشغلة احبطتنا تعبتنا وازعجتنا تعبتنا وازعجتنا كل ما نجرب هنلخبط ما بدنا احبطتنا ما بدنا احبطتنا حاسين باحباط كتير مش فاهمين شو عم بيصير مش فاهمين شو عم بيصير هالشغلة مش عم تزبط بلا منها احباطتنا بلا منها احباطتنا هالشغلة احباطتنا تعبتنا وازعجتنا تعبتنا وازعجتنا كل ما نجرب هنلخبط ما بدنا احباطتنا ما بدنا احباطتنا محبطين؟ نحن محبطين؟ بس ما رح تقدروا تاخذوا الصورة إذا ضليتكم محبطين. طيب هادي شو لازم نعمل مشان يروح هذا الشعور؟ يمكن لازم نهدى ونتنفس شهيق زفير شهيق زفير حاسة حالي أحسن شوي صح وأنا كمان شو رأيكم نروح نكمل؟ جاب 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 وين؟ هلا شفتها هلا بتروح رح صورها عم زبط الكاميرا ثلاثة اثنين و اسف جاد هادي ما زبطت الصورة خربت لك اياها انا اسف ما زبطت الصورة طيب نجرب مرة ثانية رح احاول مرة ثانية ثلاثة اثنين واحد معزوزة اتحركت خلص ما عاد قدر حاسس وشي حامي كتير ما بدي وانا كتير محبطة خلص ما بدي شو رجعنا محبطين خلص شوفوا انا لما يجيني شعور الاحباط يكون كتير قوي بتعرف شو بعمل شو بنط بلف برقص وهيك كتير بتحسن الشعور حلو كتير هالرقصات واللفات والحركات تصفيق ورقص وحركات حركاتك مثل الكلمات تصفيق ورقص وحركات حركاتك مثل الكلمات نعبر فيها عن إحساسنا نحرك كتافنا نحرك راسنا افرك أو افتح كفيك دوس على الأرض برجليك صفق ودور إذا كان قوي هالشعور اقفز ورقص صفق ودور اقفز ورقص صفق ودور إذا كان قوي هالشعور حاسة حالي صرت أحسن بكتير وهيك بعد ما تحركنا رح نعرف نفكر بحل ما أخذنا ولا صورة حلوة لمعزوزة يعني مو ضروري أخذنا لها كتير صور بالضبط وبدل ما تاخذوا صورة واحدة أخذتوا ألبوم صور ألبوم فكركم حتحبهم؟ بتخيل إيه؟ بس معزوزة سريعة كتير فن 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 فن
اهلا ماما. يا سلام. صح كثير حلوين. صعب صعب تصويرك يا معزوزة. حاولنا وحاولنا 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 ولا صورة زبطت. اسمع أخيرا صورنا صورة حلوة لمعزوزة. أنا سعيد جدا لأن بسمة وجاد عبرا بالحركة كي يهدأ ويتعامل مع أحباطهما، وتمكنا من وضع صورة لمعزوزة في ألبوم الصور. ها؟ Ha 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 ha!